السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، كلكم يعرف مستر بيس. انتهت له الافكار فقام بفعل افكار لعبة جي تي اي 5 في الحياة الواقعية، شيء جنوني بطبيعة الحال. اذا شاهدتم المقطع الاخير الذي قام مستر بيس بنشره فانكم ستعرفون عما اتحدث. بالنسبة للشباب الذين لا يعرفون مستر بيس، سابقا في السنوات السابقة كان هناك شخص اسمه بيودي باي. كان هو اول يوتيوبر يصل لمئة مليون مشترك في تاريخ اليوتيوب، تطلب منه الامر سنوات عديدة. بعد جاء مستر بيس. ماذا فعل بالضبط مستر بيس؟ فعل شيء جنوني، وهو ان الاموال التي كان يربحها من اليوتيوب كان يقوم باستثمارها في فيديوهاته. يعني ان مستر بيس لا يحب المال، عكس بيودي باي يجمع المال، لانه يخاف يصيق يوما من الايام ان يختفي اليوتيوب وأن يكتشف بأن ليس لديه مال لكي يعيش. بيودي باي يجمع فقط الأموال، في بعض الأحيان يقوم بإعطاء تبرعات، لكن تبرعات لا يعطيها من جيبه، في أغلب الأحيان يعطيها من جيب المتابعين. يعني يقوم بفعل لايف ستريم يجمع التبرعات، يعطي هو مبلغ قليل من التبرعات إلى آخره، لكن أغلب التبرعات يقوم بجمعها من عند المتابعين، وفي الأخير يخرج بفيديوهات ويقول لقد جمع التبرعات إلى آخره. بالفعل جمع التبرعات، لكن لا تمن يا صديقي بتلك الطريقة، وهذا صراحة هو الذي أكرهه في اليوتيوب. أغلب الأشخاص الذين يجمعون التبرعات ويجمعون تلك الأشياء، فإن بعد تلك التبرعات يكون هناك من أو أذى، يعني أن ذلك الشخص يحس بأنه هو من فعل ذلك الشيء. لا يا صديقي، بل الناس الذين يتابعونك هم الذين فعلوا ذلك الشيء، أما أنت تقريبا كنت بمثابة وسيط. المهم، مستر بيس الشيء الذي فعله كما قلت لكم كان جميع الأموال التي يحصل عليها يستثمرها، يذهب يبحث عن سبونسرز، الأموال التي يحصل عليها يعيد مرة استثمارها في الفيديوهات، فقام بإعطاء أموال طائلة للكثير من الأشخاص، الكثير ربحوا ملايين الدولارات. وبعدها بعد ما انتهت له الأفكار، الشيء الذي قرر فعله هو أنه قرر عصر لامبورغيني. سأظهر لكم الآن فيديو في الشاشة يا أصدقاء، لقطة خطيرة جدا وجنونية، هيا لكي نشاهدها معا. هيا سيقوم بعصر يا رفاق تلك اللامبورغيني بالهيدروليكس. راقب، واو، رأيتم العجلات؟ عصرها بطريقة جنونية جدا. أغلبكم سيتساءل، تلك اللامبورغيني ثمنها أكثر من 100,000 دولار، يعني أكثر من 100 مليون مغربية، وقام مستر بيس بتضييعها وقام بعصرها. ببساطة تلك اللامبورغيني فإنها لا تشتغل، يعني إنها أصبحت ضائعة أصلا، سيتم فعل الروسايكلين لها. فقرر يا رفاقي عصرها باستعمال الهيدروليك. كان في إمكاني صراحة في تلك الأثناء عصرها أكثر من ذلك، لكن اكتفى بعصرها فقط قليلا، وبعدها قام بتفجيرها. لقطة جنونية جدا. نعود الآن للتجارب الخاصة بلعبة جي تي اي 5 التي فعلها مستر بيس في الحياة الواقعية. شاهدوا يا أصدقائي، أول شيء فعله هو أنه قام ببناء حائط، وبعدها قام بإرسال القطار لكي يضرب في ذلك الحائط، وذلك القطار يشبه قطار جي تي اي 5، لكي تعرفوا بأن هذه التجارب قام بأخذها من لعبة جي تي اي 5. بطبيعة الحال نحن صنع المحتوى الخاص بجي تي اي 5 فعلنا الكثير من التجارب. وراقبوا الشيء الذي حدث بعدما ضرب القطار في الحائط. واو، انفجر ذلك الحائط نهائيا وتشتت إرابا إرابا. التجربة الثانية كانت هي تجربة وضع 12 باص ووضع رامب ومحاولة القفز بسيارة فوق من تلك الباص. تجارب جي تي اي 5، يعني قام مستر بيس بفعل شيء جنوني. شاهدوا، واو، السيارة اخترقت يا أصدقائي ذلك الباص وخرجت في الاتجاه المعاكس. ما فعله فإنها خطيرة، نفس تلك التجربة سنقوم بفعلها نحن كذلك في لعبات جي تي اي 5. تخيلوا مستر بيس فعلها في الحقيقة، الحقيقة فعل هذه الأشياء. وهي الرامب سنقوم بوضعها نحن كذلك هنا، وبعدها كم وضع من باص؟ 8 باصات؟ لا، ليس 8 بل 12 باص، نحن كذلك سنقوم بوضع 12 باص. وهي يا أصدقائي 12 باص، نفس الرامب التي فعلها كذلك مستر بيس سنفعلها نحن كذلك. سنكشف هل السيارة هنا ستدخل كذلك وستخرج من الضفة الأخرى، أم أننا سنستطيع فعل هذه القفزة. بالنسبة لعدد المتر ما بينهم بين الرامب لم يخبرني بها مستر بيس، ولم يقم بوضعها نهائيا في الفيديو، لهذا السبب سأبدأ من هنا يا أصدقاء. نفس السيارة التي استعملها مستر بيس كذلك، أو تشبهها على الأقل لونها، فإنها كان أحمرا فاخترت كذلك اللون الأحمر. هيا أصدقائي، 3-2-1، تجارب مستر بيس في الحياة الواقعية نقوم بإعادة فعلها في لعبة جي تي 5. بوم، راقبوا، لا، نحن طيرنا نحن. وو، ضربت أنا كذلك في الباص، لكني لم أقم بثقب الباص لأن السيارة لقد انقلبت، عكسه هو السيارة لقد ذهبت صاروخ يا أصدقائي واخترقت الباص وذهبت في الاتجاه المعاكس. مستر بيس عندما قام بإرسال تلك السيارة لم يكن هناك أي شخص يسوقها،
يعني أن السيارة لقد ذهبت لوحدها فقط، قاموا ببرمجتها لكي تذهب وتتحرك بتلك الطريقة. على الأقل لقد تدمرت السيارة، نحن كذلك كما تشاهدون. هذه السيارة لم أقم بإضافة أي أبغريز لها، وضربت في الباص الأخير بالنسبة لمستر بيست. لم تصل الباص الأخير، الجاذبية كانت قوية جدا فجذبتها بسرعة. بعد الشيء الذي قرر مستر بيست فعله هو أن قرر وضع خمسة شاحنات الحاويات بالضبط الخاصة بتلك الشاحنات. وعندما جاء القطار، والقطار جاي سأترك هذا القطار الأول لكي يمر. بعدما جاء القطار دخل أصدقائي في تلك الشاحنات، وحدث شيء جنوني جدا، قام بتدمير تلك الشاحنات. أمر خطير حدث في الفيديو الخاص بمستر بيست. نفس الشيء سنفعله نحن كذلك، سنقوم بوضع الشاحنات هنا. ممكن أن نقوم بوضعها في هذا المكان. نعم سأقوم بوضعها في هذا المكان يا أصدقائي، لأن المنطقة هنا ليست عالية كثيرا. وبعد عندما سيأتي القطار سنكتشف ما سيحدث. ها هي خمسة شاحنات موجودة الآن على يد الركوب في كل شاحنة، ورابطها مع التريل الخاص بها. وبعدها انتظار القطار حتى يمر، لأنني لن أستطيع الآن، القطار ممكن أن سيأتي في أي لحظة، حتى أقوم بوضع الشاحنات هنا. نعم ها والقطار جاء بسرعة كما تشاهد. ننتظر القطار الآخر حتى يأتي القطار الآخر، وبعد ذلك نكتشف ما يمكن فعله. لكي يقوم مستر بيست بفعل أصدقائي هذه التجارب وتدمير هذه الحاويات، وكلنا يعرف بأن الحاويات الخاصة بالشاحنات ثمنها باهظ جدا. بلا كذب، لمن لا يعرف يا أصدقائي ثمن هذه الحاويات فإنها باهظة جدا. هل سيقومون بفعل الروسايكل لها مثلا؟ لست متأكد، لكن الشيء الذي فعله مستر بيست صراحة فإنه خطير، لأن الثمن باهظ. المهم ها هي الحاوية الأولى، لم نقم بركنها بشكل جيد لأن المكان عالي كما تشاهدون. سأحاول ركنها يا أصدقاء. الشاحنة الأولى تم ربطها بنجاح. سنأتي الآن للشاحنة الثانية، وعلينا الإسراع يا أصدقائي قبل أن يأتي القطار، لأن القطار في أي لحظة سيأتي. ها هو القطار جاي. سأنزل. راقب الشيء الذي سأحدث يا أصدقائي. لو فيها ليس لدي الوقت صراحة لكي أقوم برابط الشاحنة الأخرى، لكن القطار جاء. ما الذي سيحدث في الفيديو الخاص بمستر بيس؟ اخترقهم وكسرهم هنا. واو هنا في لعبة جي تي اف 5، بما أن الميكانيكيات الخوارزميات مختلفة، لقد قرر القطار فقط دفعهم، يعني لم يقوم باختراقهم ولم يقوم بتكسيرهم، لأن شركة روكستار جيمز لم تقم ببرمجة هذه الحاويات لكي يخترقها شيء ما. ممكن أن يحدث صراحة في جي تي اي 6 إذا أرادوا بالفعل تحويل هذه اللعبة لكي تصبح أفضل وأفضل وتكون حقيقية. رأيتم الحديث تعوج شيئا ما فقط، لكن لم يتم اختراقه كما حدث في الفيديو الخاص بمستر بيست. اللقطة التي حدثت في الفيديو الخاص بمستر بيست حقيقية، يعني أن شركة روكستار جيمز ستحاول الاشتغال في لعبة جي تي اي 6 على هذه الفيزيائيات الخاصة باللعبة لكي تنكسر. هذا التريل يعني عندما يدخل وسط ميناء فإن سيقوم القطار بثقبه وسينكسر. تجارب خطيرة صراحة فعلها مستر بيست، والآن عرفنا بالضبط ما سيحدث في الحياة الواقعية لولا مستر بيست نهائيا لم نكن لنعرف، لأن هذه التجارب كنا نعرفها فقط في لعبة جي تي اي 5 لا غير. ولعبة جي تي اي فإنها هي لعبة، الفيزيائيات الخاصة بها فيزيائيات لعبة، ليست فيزيائيات حقيقية. نتمنى أن تكون الفيزيائيات حقيقية في جي تي اي 6. التجربة الأخيرة التي سنفعلها في حلقة اليوم هي أننا سنحاول رفع سيارة، لأن مستر بيست قام برفع سيارة أحد أصدقائه، وفي الأخير قال له بأن تلك السيارة هي ليست سيارتك، هي سيارة تشبه سيارتك فقط، لأن ذلك الشخص حزن لكن في نفس الوقت فرح في داخله. قال أوه مستر بيست ممكن أن يعطيني سيارة جيدة جدا، لكن في الأخير مستر بيست لم يعطي له سيارة، بل قام بأخذ سيارة أخرى تشبه سيارته، وقام برمي تلك السيارة داخل من حوض كبير للاستحمام فيه تقريبا تلك الكرات المصنوعة من اللاتكس، مادة اللاتكس، وقام برميها. وصراحة تشتت السيارة، لم أكن أتوقع بأن هذا سيحدث. بالنسبة لنا نحن ليس لدينا تلك الكرات الخاصة باللاتكس، ولهذا السبب سأحاول رمي السيارة وسط من النار. سنقوم بحملها كنفس الشيء الذي فعله كذلك مستر بيست، أحاول حمل هذه السيارة. مستر بيست طلب من السائق أن يرتفع كثيرا للسماء وبعدها يقوم برمي تلك السيارة. نحن أعتقد لن نرتفع نحن كثيرا للسماء، وسأخبركم لماذا، لأن سياقة الطائرات هنا في لعبة جي تي اف 5 ليست لا تشبه السياقة الحقيقية، خصوصا الهليكوبترز. وإذا ركزتم جيدا الخيط جيد ذلك الخيط الذي حمل به السيارة فإنه خيط يا رفاقي طويل جدا، وليس مثل هذا الخيط الذي حملت به أنا هذه السيارة، يعني هناك فروقات كبيرة. سأحاول فعل إيمين بهذه الطريقة، والآن سنحاول رميها. ممتاز. لم يحدث أي شيء.
لاني رميته اصلا في الجانب. لن نستطيع فعلها مع الاسف استعمال الكارغو بوب ببساطه، لان السياقه في الحياه الواقعيه ليست مثل جي تي اف 5، واذا حاولتم السياقه بالفيرست بيرسون لقب لا يمكنكم الرؤيه اسفل منكم نهائيا. لهذا السبب سنستعمل استراتيجيه التجميد والفك. هذه الاستراتيجيه سهله جدا. ها هي السياره فوق من النار مباشره. الان ما سنفعله فقط سنقوم برفعها في الزيت بهذه الطريقه لكي ترتفع. جيد، نتركها فقط، هذه المساحه تكفينا لحد الان. وبعدها الشيء الذي سنفعله هو اننا سنقوم بفك التجميد عليها فقط، والشيء الذي سيحدث هي انها ستنزل وستضرب هناك في تلك المنطقه، وحينها سنكتشفها ستنفجر ام لا. قمنا بفك التجميد، الان علي زعزعتها قليلا. بوم، هي جايه 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 جايه. لم يحدث لها اي شيء لانها نزلت على العجلات. وراقبوها يا اصدقاء، لقد بدات تحترق، لا اريد الاقتراب منها، انها ممكن ان تنفجر في اي لحظه. واو، انفجرت يا اصدقائي، يا سلام. يعني اذا رميتم السياره في النار ستحترق تدريجيا وبعدها بوم ستنفجر، خصوصا اذا كانت السياره من البنزين وليس الديزل، لان الديزل لا يحترق بسهوله، لكن البنزين سريع الاحتراق. وبهذا يا اصدقائي سنكون قد قمنا بتجربات التجربه التي فعلها مستر بيست في الحياه الواقعيه، جربناها كذلك في لعبه جي تي اف 5، وكانت هناك اختلافات جذريه. بالنسبه لي انا سأكون قد وصلت نهايه هذا المقطع، اتمنى ان اعجبكم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا صدى ودعاء، ولا تنسوا بان السلامه هو خير ختام.